حسنا اليوم بنتبع كلبنا. شاهدي على روحك ولا شاهدي على روحك. أبيك بسيطة بعد عنها. مين؟ مين احنا حكينا؟ حكينا واتفقنا وأنا ما غيرت، بس ما بينشف غليلي لأخسر عاري بإيدي. أمي، أمي شو عم تحكي؟ خد أخواتك وطلعوا برا البيت وما بترجعوا لبعد المغرب. استدرى يا رب، استدرى يا الله. هاشم رعيت بشير. يا كبر ذنوبك يا عتاب، يا كبر ذنوبك. بنت ابو هاشم الباري فايته طالعه لعند دجال عم تعمل سحوره وتكتب خط. بنت ابو هاشم الباري راقده بدها تفرق اخوها عن مرته. هذا كله صفدت لك اياه، بس انك تسلمي حالك ليعمل لك كتيبه يا بنت الكلب. لك وين بتنصرف هي؟ وين بتنبلع؟ يا بنت الاصول، يا بنت الكلب، يا بنت البنوت. والله يا امي وحياه الله يا امي، والله كانه حلم. فقلت لقيت حالي بدون اواعي، والله ما بعرف. الله لا يوفقك، الله لا يوفقك. اخواتك بدهم يذبحوكي وما بيشفي غليلهم غير دمك، لانه وظيفتك صارت على كل لسان بعد ما لقطوا لهذا الواطي الجنائيه وقرب كل وساخته. وزيدك يا امي، بوس رجلك سامحيني، بوس رجلك. ان شاء الله، ان شاء الله امي، ان شاء الله سامحيني، بوس ايدك سامحيني.